السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الأول الابتدائي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مراجعة. طبعا إحنا حروف المد خدناها وهنعمل مراجعة دلوقتي على حروف المد، وزي ما اتفقنا وإحنا عارفين وخدنا في المعهد هنا خدنا حروف المد. حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. حروف المد إيه؟ ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف قبله مفتوح، والواو قبلها مضموم، والياء قبلها مكسور، زي ما احنا متفقين وعارفين ان حروف المد ثلاث حروف: الألف والواو والياء، واحنا عارفين كده يا حبايبي. وطب حرف الألف، الألف لما بيجي قبله مفتوح، يبقى علامة المد بالألف بتبقى ايه؟ الفتحة، لانه هو ده مد بالالف. طب وعلامته ايه؟ الفتحه. طب وعلامه المد بالواو؟ الواو بقى قبلها بيجي ايه؟ مضموم. وعلامه المد بالواو ايه؟ الضمه. طيب شطار. والكسره المد بالياء، علامه الكسر بتاعتها ايه؟ علامه المد الكسره. شطار. يبقى عرفنا حروف المد ثلاثه: الالف والواو والياء. الالف قبله مفتوح، والواو قبله مضموم، والياء قبلها مكسور. ماشي حبيبي زي ما احنا متفقين. يبقى الالف والواو والياء دي حروف المد الثلاثه. طب حروف المد دي، طب احنا عرفنا حرف المد يا ميس، طب الممدود فين يا حبيبي؟ لازم لما يجي حرف المد يجي قبله زي ما احنا حطينا ايدينا على السبوره وقلنا حرف المد اللي بيجي ده حرف المد، نحط ايدينا عليه كده ونقول هو ده حرف المد، يا اما الالف يا اما الواو يا اما الياء. ونجيب بقى قبل ايه؟ الحرف الممدود. الحرف الممدود اللي هو الايه؟ اللي قبله. طب ليه مش اللي بعده يا ميس؟ ينفع يجي طيب اللي بعده؟ لا يا حبايبي، لازم المد يجي قبليه الحرف الممدود، وبتكون لو الف علامه المد بتاعته بتكون الفتحه، ولو حرف الواو بتبقى علامه المد بتاعته الضمه، لو حرف الياء علامه المد بالكسره. ماشي حبايبي، هنعرف دلوقتي وهنشوف ان حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء، وحرف المد بيجي اللي قبله الحرف الممدود. ماشي، الحرف الممدود اللي قبله، واحنا هنعرف وهنشوف دلوقتي. طب ينفع يجي حرف المد في اول الكلمه؟ مين يعرف يقول لي؟ حرف المد ما ينفعش يجي في اول الكلام. ليه؟ طب فين الحرف الممدود يا ميس اللي قبله؟ هيجي فين؟ لا، لازم يجي قبليه حرف عشان يسنده كده ويبقى الممدود، زي ما احنا اتفقنا على السبوره وعارفين وخدنا حروف المد وعرفنا ان اللي بيجي قبلها ده الحرف الممدود. ما ينفعش حرف المد يجي في الاول، لازم يجي يا اما في نص الكلمه يا اما في اخر الكلمه، يا اما يجي في وسط الكلمه يا اما في اخر ايه؟ الكلمه. شطار. وهناخد دلوقتي امثله مع بعض عشان خاطر ايه؟ نتعلم ونعرف هنحله ازاي. اهو زي ما انتم شايفين كده معايا، ضع دائرة حول حرف المد واكتب الحرف الممدود. هنعمل دائرة على حرف المد، وحروف المد اللي هي الايه؟ حرف المد ممكن يجي قبلنا هنا يا اما هيكون ايه؟ يا الالف يا الواو يا الياء. يبقى هنلاقي نطلع من الكلمة اللي قدامنا الالف او واو او ياء، اي حاجة من دول هتبقى هي دي ايه؟ حرف المد. بشرط ايه يا ميس؟ الالف قبله ايه؟ فتحة مفتوح، والواو قبلها ايه؟ مضموم، والياء قبلها مكسور. ماشي حبايبي، واللي قبل حرف المد الحرف الايه؟ الحرف الممدود. شطار يا حبايبي. ضع دائره حول حرف المد واكتب الحرف الممدود. اول كلمه معايا كلمه ايه؟ طويل. ها طويل. ها حرف هنا في حروف المد في الف؟ لا مفيش. طب في ايه؟ في واو ولا ياء؟ في واو وفي ياء، لكن احنا قلنا حرف لما يجي المد لازم اللي قبله يكون ايه؟ لو فتحة لو ألف يبقى اللي قبله مفتوح، لو كسرة يبقى اللي قبله مكسور، لو ضمة يبقى اللي قبله مضموم. هنا حرف الياء اللي هو حرف المد، طب ليه مش عشان اللي قبله ايه؟ مكسور. يبقى الياء حرف المد والواو الحرف الممدود. ماشي، الكلمة اللي بعد كده اللي تحتيها على طول هتبقى كلمة ايه؟ عصفور. ها عصفور. الواو حرف المد والفاء الحرف الممدود، والفاء مضمومة عشان الحرف الواو اللي بيجي قبله بيبقى ايه؟ مضموم. برافو. تالت كلمة من بعدها هتبقى ايه؟ برسيم. سي سي سيم. ها يبقى حرف الياء اللي هو حرف المد، والحرف الممدود ايه؟ اللي قبله حرف السين. برافو يا شطار. طب بعد كده كلمة ايه؟ قدير. ها قدير. الياء ما حرف المد
والدال الحرف الممدود اللي قبله. شطار، برافو عليك. وزي ما احنا اتفقنا وحلينا مع بعض كتير، بنحط ايدينا على حرف المد ونقول اللي قبله الحرف الممدود، ما ينفعش اللي بعده، وحرف المد ما بيجيش في اول الكلمة. تاني صف عندنا اهو، كلمة ايه اول واحدة؟ بديع. ها دي يبقى الحرف المد هنا ايه؟ الياء. طب الحرف الممدود ايه ميس؟ الدال. برافو شطار يا حبيبي. انهار، ها فتحت بقي بقى مد بقى، ها انهار. يبقى الالف حرف المد والهاء الحرف الممدود. طيب الكلمة اللي بعدها بحار، الالف حرف المد وحرف الحاء اللي هو حرف الايه؟ الممدود. كبير، ها حرف الياء المد والباء الحرف الممدود. شطور. طب كتاب، الصف الاخير بقى من الناحية التانية، اول كلمة كتاب، حرف المد الالف والحرف الممدود التاء. حديقة، حرف المد الياء والحرف الممدود الدال. قال، ها حرف المد الالف والحرف القاف اللي هو الممدود. عظيم، ها الياء حرف المد والظاء حرف الايه؟ حرف الممدود. زي ما اتفقنا وعرفنا حروف المد ثلاثة، الالف والواو والياء. الالف قبله مفتوح والواو قبله مضموم والياء قبلها مكسور. وقلنا حرف المد بيجي اللي قبله زي ما اتفقنا اللي بيكون الايه؟ الحرف الممدود. شطار يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا منه. وهناخد مع بعض دلوقتي الدرس ده زي ما انتم شايفين قدامكم كده، قصة احلام عالية. زي ما انتم شايفين في الصورة هنا البنت الجميلة دي اسمها ايه؟ عالية، هي دي اسمها، ده اسم البنت. قصة احلام عالية، هنقرأ مع بعض القصة ونتفرج على الصور اللي قدامنا. اول صورة زي ما انتم شايفين على الصورة دي اللي فوق دي البنت اللي اسمها ايه؟ عالية، بنت جميلة وحلوة اهي. عايزاكم تتفرجوا معايا على الصور، ماشي؟ هنقرأ مع بعض في تاني صورة. شايفين تاني صورة دي من تحت، هي وقاعدة في سريرها كده وماسكة الكتاب بتاعها، بتقول ايه بقى؟ تحب عالية الاستكشاف، فلديها شغف الى معرفة كل شيء. يعني هي عالية دي بتحب تكتشف وبتحب ان هي تعرف كل حاجة. طبعا بتعرفها ازاي؟ يعني بتقرأ ايه؟ بتقرأ الكتب وبتتصفح الانترنت وبتعمل حاجات كتير عشان تعرف معلومات كتير وتبقى متعلمة كده وحلوة. فلديها شغف ده يعني حب الى معرفة كل شيء، يعني بتحب ان هي تعرف كل حاجة، ماشي؟ زي ما انتم شايفينها في الصورة كده شطورة. وتقرأ الكتب وتتصفح الانترنت، يعني بتقرأ الكتب وبتتصفح النت وشطورة، يعني عايزة كل حاجة ايه؟ تعرفها. هنقلب الصفحة عندنا هنا، تسأل عالية وتبحث، بتسأل وبتبحث وبتتخيل وتكتشف، بتسأل وبتبحث وبتتخيل وبتكتشف وبتدور في كل حتة وكل حاجة بتعملها عشان ايه؟ تعرف كل حاجة ويبقى عندها معلومات، ما تبقاش قاعدة كده مثلا الميس تيجي تسألها في فصل تبقى مش عارفة الإجابة، لا وقاعدة زعلانة خالص، لا لا لا، هي شطورة وبتحب تسأل. طبعا بتسأل في ان هي بتدرس ازاي وتعرف معلومات كتير وبتجيب كتب وبتقرا في النت وكل حاجات بتعملها زي كده. وراحت المدرسة بتاعتها. وذات يوم طلبت المعلمة من التلاميذ تقديم نموذج لمشروع ابتكاري، يعني مشروع حاجة ابتكارية تبتكرها بقى، هي بقى تبتكر يعني. فصممت عالية مجسما لمركبة فضاء، صممت يعني نفذت، يعني جابت المشروع ونفذته. عملت ايه بقى المشروع بتاعها ده؟ مجسما لمركبة فضاء زي ما انتم شايفينها كده اهي. شايفين الاول صورة اللي فوق دي صورة لمركبة، مش مركبة اللي في البحر يا حبايبي، لا دي صورة لمركبة فضاء في الفضاء يعني. بعد كده انتهت عالية من صنع مجسم مركبة الفضاء بكل تفاصيلها، حتى الخوذة التي سترتديها، يعني شايفينها هي ولابسة الخوذة اهي في راسها، في رقبتها كده على وشها، دي الخوذة اللي هي جابتها عشان ترتديها. وضعت عالية الخوذة واغمضت عينيها، حطت لبسة الخوذة في راسها وغمضت عينيها وتخيلت انها في المركبة، مركبة الفضاء. وفجأة 1 2 3 وانطلقت فين؟ الى الفضاء. يلا نتخيل مع عالية كده ان انتوا عملتوا مركبة الفضاء بتاعتكم ولبستوا الخوذة وطالعين بقى، غمضنا علينا كده، يلا غمضوا عينيكم وتخيلوا بقى مع مين؟ مع زميلتكم عالية. تخيلوا معاها، قامت غمضت عينيها وطلعت بقى. يلا نتخيل مع بعض،
اتنين تلاتة، يلا انطلقت الى الفضاء. وراحت بقى شايفين بقى المنظر جميل قوي في الصورة اللي فوق، انطلقت. ما هذا المنظر الرائع، انظر الى كوكب الارض من الفضاء. يعني هي بتنظر بتقول لنا انظر الى كوكب الارض من الفضاء، بتنظر للكوكب. شايفين الكوكب يبدو ككرة، يعني شكله زي الكرة بالظبط، لونها بين الازرق والاخضر. طبعا احنا عارفين ان الازرق ده ايه، لون الازرق ده في الارض هنا عندنا وفي الكرة الارضية كلها، ده الوان البحار والمحيطات والانهار. والاخضر، الاخضر ده الاشجار زي ما احنا عارفين. بعد كده وهذا ايضا القمر الذي نراه في الليل، شايفين القمر على ايدينا الشمال اهو، وهذه الشمس التي تضيء لنا في النهار، والشمس دي اللي بتنور لنا في النهار. جلست تنظر الى الفضاء من نافذة المركبة التي صنعتها. ما اجمل هذا المنظر، مبسوطة، ده اسلوب ان هي فرحانة، اسلوب تعجب كده، فرحانة قوي. ما اجمل هذا المنظر، شايفين. بعد كده نزلت، كانت مبسوطة جدا، نزلت. شوفوا في الصورة التانية، ظلت تدور حول كواكب الارض، فهي كروية الشكل، شايفين الكوكب الارض الاخضر الازرق ده، ده شكل الكورة، مدور كده شكل الكورة. ما هذا، يعني جميل انني ارى ثمانية كواكب. نعم نعم، لقد تذكرت، قرأت ذلك في كتاب. زي ما احنا عارفين ان عليا بتحب تتصفح وان هي بتقرأ الكتب وكتير، وعارفة ان في كوكب اللي هي المجموعة الشمسية فيها 8 كواكب. تعالوا نشوفهم مع بعض. اول كوكب عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل واورانوس ونبتون، 8 كواكب في المجموعة الشمسية، عدهم كده هتلاقوهم 8. ماشي حبايبي شطار. خلعت عالية الخوذة اللي كانت لابساها في راسها وابتسمت. هي رجعت تاني اوضتها، هي اصلا ما خرجتش منها، هي في اوضتها صممت المركب بتاعت الفضاء، والخوذة لبستها وكل ده تخيلات تخيلتها، وهي كانت بتقرأ في كتب، فعارفة ان هي هتشوف ايه فوق وعارفة كل حاجة. وابتسمت وقالت ما اجمل هذه الرحله، وتمنت ان يمضي الوقت ده بسرعه عشان تذهب للمدرسه وتعرض وتحكي النموذج المركبه الفضائيه للمعلمه بتاعتها، وبتحكي لاصحابها عن الرحله اللي خدتها في الفضاء، زي ما احنا شايفينها كده مبسوطه وفرحانه. ماشي حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا من القصه. وبعد كده هنشوف السؤال ده، ضع خطا تحت الكلمه المناسبه لمعنى الجمله. عندنا حروف الجر عارفينها اللي هي في وإلى ومن، بس اللي احنا اللي قلنا في الدرس دلوقتي في وإلى. هناخد بقى هنشوف زي ما جات لنا في الدرس. هالأول سؤال، قرأت ذلك إلى كتاب ولا في كتاب؟ هتبقى قرأت ذلك في كتاب، هنختار في لأن في هي اللي تمشي في الكتاب. تحلم عالية أن تذهب في الفضاء ولا إلى الفضاء؟ احنا حاجة بنذهب لها، يبقى إلى الفضاء. هناك 8 كواكب، في المجموعة الشمسية ولا إلى المجموعة الشمسية؟ في المجموعة الشمسية. تمنيت أن يمر الوقت سريعا، وتذهب في المدرسة، حد بيذهب في المدرسة ولا إلى المدرسة؟ إلى المدرسة. ودي حبايبي حروف الجر اللي مرت علينا هنا في الدرس ده، وهنشرحها كلها وهنعرفها في مرة واحدة. بعد كده هنوصل، هنشوف بقى الصور دي هنوصلها بالكلمات دي. القمر، هناخد القمر اهو هنوصل مع بعض. اول كلمة كلمة قمر، اهي القمر ده زي ما احنا عارفين. بعد كده صورة ايه، كلمة ارض، فين الارض يا حبايبي؟ الارض اهي اللي فيها ايه، اللي فيها الازرق والاخضر، البحار والاشجار، والشمس اهي، الشمس اهي اللي انت عارفينها اللي بنرسمها على السبورة. وبعد كده كوكب، اهي كوكب اهو. ماشي حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس دوت، وان شاء الله نشوفكم تاني في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.